هو القانون القديم كان يعني بينص على ان الاطفال على حسب المحكمه بتحكم، يعني القانون اللي هو الاحوال المدنيه، ان الحضانه الولد للاب على ما اعتقد يعني على ما اتذكر، والبنت بتبقى في حضانه الام لغايه لما تبلغ سن الرشد وكده. في القانون الجديد هم بيقولوا ان هو هيبقى 7 سنين للولد و9 للبنت. اعتقد ان هو الام اكثر، يعني رايي الشخصي يعني طبعا بغض النظر عن الناس بتقوله او القانون بيقول ايه، لكن هو الام اكثر حنيه واكثر تربيه، لكن الولد لما بيكبر بعد ال7 سنين بعد الفتره دي ان هو في حضانه ابوه افضل يعني فعلا. يعني هو القانون ده لغايه 7 سنين للولد كويس جدا. تنزيل السن لحضانه الطفل يعتبر غير مناسب، لان الطفل في مرحله يعني لابد من موجه له ومرشد. وهنا بس هو على حسب، لان يعني مش كل الامهات كويسين ومش كل الاباء كويسين. انا ممكن يعني كان لسه في على الفيسبوك امبارح شفت كانت صوره بنت عايشه مع باباها ومامتها تقريبا ميته او حاجه مش عارفه منفصلين حاجه كده، البنت باباها معذبها ولدرجه يعني جسمها كله محروق، فانا ما اقدرش احكم. هو طبعا الوالد مهما يكون بيخاف على ابنه دايما، وهو اللي بيصرف وهو اللي بيراعي. الام طبعا بتراعي سن معين، سن الرضاعه، سن العيله لما يكبر، لكن التربيه على عمل الاب برضه. لا يعني هو ما يكون بابا ياخده مثلا وهو صغير مش هيراعيه زي امه. طبعا لازم يبقى مع امه لغايه حتى لما يكبر، وبعد كده بقى العيل هو اللي يختار بقى عايز الام او عايز الاب. هو اكيد 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 يعني الطفل في الحاله دي لازم يبقى مظلوم. هو المفترض بيبقى ايه بين بابا ومامته على اسئله ما يحسش بفرق ولا هنا ولا هنا. فحته ان الولد يبقى مع مامته لحد سن معين، وكمان دلوقتي السن قل، فهو محتاج حد برده يعني يراعيه اكتر مع الام، فاهمه؟ فبرده مش زي الاول.